أما في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا ليت المسلمون يحضرون هذه الأيام ليسمعون أصوات المذيعات في قنواتنا الفضائية هذه الأيام: لا يخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليس كل الناس مرضى، ولكن هناك ناس مرضى على المرأة. ولهذا إخواني أقول لبعض المؤمنات أو المسلمات: مؤمنة لا مو مؤمنة مسلمة، تقول أنا ما ارتكبت حراما في حياتي قط، من السافرات المتهتكات في حجابهن، تقول أنا أمشي مشي مستقيمة مالي ولا الرجال هم تأثروا بي، ولكن هذا الجواب مقنع يوم القيامة عندما يؤتى بالفتاة التي تدعي أنها لم ترتكب الحرام أبدا، ويقال لها هؤلاء هم الضحايا. عشرات الشباب في الجامعة وغيره نظروا إليها تأثروا بها، هي لم تمكنهم من الحرام لأنها ابنة الوزير مثلا، ولكن هذا الشاب ذهب ليفرغ حرامه في مكان آخر. أنت السبب. يوم القيامة يؤتى بها تتفاجأ، ليس فقط عشرات الضحايا، هم الضحايا عشرة، ولكن هم جلبوا عشرة، العشرة جلبوا عشرة، وإذا بآلاف الضحايا يقال أنت السبب. وتزودوا فإن خير الناس التقوى واتقون يا أولي الألباب.